السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعام جديد وسعيد عليك، ويا رب ان شاء الله. معاكم في المحاضرة بتاعت النهاردة دكتورة أميرة علاء الدين، أستاذ مساعد أمراض الأسماك. هبدأ معاكم النهاردة ان شاء الله مقدمة عن الأمراض الطفيلية في الأسماك. المقدمة دي مهمة جدا عشان نفهم بيها بقية الأمراض الطفيلية اللي هناخدها على مدار الترم، سواء كنت هتاخدوها معايا أو مع دكتورة إيمان أو مع دكتورة نادية. الأمراض الطفيلية عندنا في مصر كتيرة جدا، بسبب إن جونا بيتيح الفرصة لتكاثرها، درجة حرارة عالية، كمية أورجانيك مطر كتيرة جدا، ده بيديها الفرصة إن هي تتكاثر ويحصل لها فلورشينج في المية. وطبعا كل ما كانت عددها كبير في المية ومناعة السمك قليلة، كل ما تغلبت على السمكة وإدتنا الأمراض الطفيلية اللي هنشوفها معانا إن شاء الله. الطفيليات اللي في الأسماك بتنقسم لي 2 برانش كبار جدا، وهما البروتوزوا والميتازوا، اللي هي طفيليات وحيدة الخلية وطفيليات عديدة الخلايا. البروتوزوا أول حاجة هناخدها النهاردة معانا، هي عبارة عن كائنات وحيدة خلية بتحتوي على 1 أو 2 من الأنوية، وبيكون فيها نواة 1 أو 2 بدون أي سيست. الانقسام بتاعها أو التزاوج بتاعها بيكون عن طريق السيمبل بينر ريفيجن، اللي هو الانقسام الثنائي. بتكون بسيطة جدا وبتنقسم إلى كائنات وحيدة خلية هدبية، يعني عليها أهداب سيليتس، أو فلاجيليتس تحتوي على أصوات، أو سبوروزوا تحتوي على سيست جواها، أو كاينيتو سبورز. اول قسم من البروتوزوا اللي هندرسها النهارده هي عباره عن سيليتد بروتوزوا. والسيليتد بروتوزوا دي عباره عن بروتوزون مغطى بالسليه، على حسب تغطيته بالسليه دي، سواء كانت تغطيه جزئيه يعني يحيط بالبروتوزون كله او جزء منه. بنقسم السيليتس ديت ل 3 اقسام. بروتوزون او سيليتس بتكون كلها مغطاه بالاهداب، زي عندي طفيل الاكسوفسيريس مالتيفلس. والاكسوفسيريس مالتيفلس هو عبارة عن لارج بروتوزوم، اكبر بروتوزوم معانا، وهو بيسبب لي مرض اسمه الوايت سبوت ديزيز، او مرض النقط البيضاء. المرض ده هتاخدوه مع دكتورة نادية ان شاء الله في المحاضرات الجاية. القسم الثاني من السيليتس او الانواع الثانية او النوع الثاني، سيليتس او طفيل بيكون السلية عنده سيمبل بسيطة جدا، وبتحيط بيه الاورال اوبننج بتاعته زي الكايلو دونيلا. والكايلو دونيلا بتعمل مرض اسمه الكايلو دونيلوزيس. القسم الثالث هو الكومبلكس سلية او البروتوزون اللي عنده كومبلكس سلية، وبتكون برضو بتحيط بيه الاورال اوبننج بتاعته، تعمل حاجة زي ادهيزيف ديسك كده. المرض اللي عنده كومبلكس سلية هو الترايكوداينا، والترايكوداينا بتعمل مرض اسمه الترايكودينياسيس. الطفيل ده بشكل مميز جدا تحت الميكروسكوب، عشان كده بنسميه البيوتو في البروتوزوم باراسايت، شكله مميز جدا وشكله حلو جدا تحت الميكروسكوب، وسهل جدا ان احنا نتعرف عليه لو اخدنا سكن سمير او اخدنا جيل سمير وفحصناه تحت الميكروسكوب، بنلاقي ليه حركة دائرية كده مميزة جدا تحت الميكروسكوب، ونعرفه بسهولة جدا. دي اشكال الطفيليات اللي هي الوايت سبوت الاكسوفسيريس مالتيفلس، اللي هو عباره عن طفيل يحتوي على سيليا تغطي كل جسم، اللي هي الهولوتريكوس سيليا او الهولوتريكوس سيليتس. اكبر بروتوزون بيعمل الوايت سبوت ديزيز، وادي شكل الوايت سبوت ديزيز على الكلاريس الازرق او القرموط، تبقى عباره عن نقط بيضاء بتغطي جسم الايه السمكه. الترايكو ده هنا زي ما انتم شايفين شكلها مميز جدا تحت الميكروسكوب، وشكلها حلو جدا، وعشان كده بنسميها البيتوفول بروتوزوم. الكايلودينيلا الصورة اللي بعد كده هي عبارة عن طفيل بيحتوي على سيمبل سيليا عند الأورال أوبنينج، وبنسميها الكايلودينيلا، أو بتعمل مرض اسمه الكايلودينيلوسيس. الجزء الثاني من البروتوزوا هي عبارة عن الفلاجيليتد بروتوزوا، أو البروتوزوا اللي بتحتوي على أصوات. البروتوزوا ديت بيبقى عندها استراكشر كده أو تركيبة زي الهير لايك، بنسميها الفلاجيلا،
وبتتقسم على حسب النمبر بتاع الفلاجيلا والاتجاه بتاعها طفيليات عندها واحد او اتنين من الفلاجيلا او واحد او اتنين من الاصوات، زي مثلا التريبانوسوما عندها صوت واحد بس، ودي هندرسها ان شاء الله معايا. والكريبتوبيا بتحتوي على اتنين من الاصوات وحجمها اكبر من التريبانوسوما، والاتنين دول بيعتبروا بلاد برازايتس او طفيليات بتعيش في الدم. طفيليات فلاجيليتد عندها زوج من الفلاجيلا، الزوج ده بيبقى فيهم واحد طويل عشان تقدر تسبح بيه او تعمل سويمنج، وواحد تاني بيبقى فري ريموفابل وبيبقى شورت عشان تعمل بيه الفيدنج في حالة طفيل اسمه الاكسيبودا نيكاتريكس او الكوستيا نيكاتريكس. والطفيل ده بيعمل لي مرض اسمه الجراي باتش ديزيز، هتاخدوه برضو مع دكتورة نادية في محاضرة جاية ان شاء الله. في طفيل تاني او بروتوزون تاني بيحتوي على 3 ازواج من الفلاجيلا، بيكونوا اتجاههم انتيريور وبيكون في واحد متجه للخلف زي طفيل الهيجزاميتا، وده بيعمل لي مرض اسمه الهيجزاميتيازس الهيجزاميتيازس. ده شكل الطفيليات تحت ميكروسكوب اللي هي الفلاجيليتد بروتوزوا. اول واحده دي التريبانوسوما، وهي عباره عن انتر سيلولار بارازايت، بارازايت بيعيش ما بين كرات الدم الحمراء. طبعا انتوا عارفين ان الار بي سيز في الفيش بتبقى نيوكليتد زي بتاعه البيردس بالظبط، فهي بتبقى موجوده انتر سيلولار ما بين خلايا الار بي سيز. الصوره الثانيه بتاعه الكريبتوبيا، والكريبتوبيا هي برضو بلاد برازايت، برضو بيعيش ما بين الار بي سيز، بس بيختلف عن التريبانوسوما في الشكل وفي حاجات كتير هندرسها مع بعض ان شاء الله. تالت صورة معانا هي الكوستيا نيكاتريكس او الاكسبودا نيكاتريكس اللي بتعمل جري باتش ديزيز او الكوستيازيس او الاكسوبودياسيس. رابع صورة معانا وهي صورة للهيجزاميتا اللي بتحتوي على 3 ازواج من الفلاجيلا متجهة لقدام وزوج متجه للخلف. تالت جزء معانا النهارده في البروتوزوا، وهي عبارة عن السبوروزوا. السبوروزوا عبارة عن نوع من البروتوزوا لا فيها سيليت ولا فيها فلاجيليت، لكن بتتميز ان هي بتعمل حاجة زي السبور، والسبور ده بيبقى ريزيستنت جدا وسيمبل. بتعمله امتى؟ لما يبقى في ادفيرز انفايرمنتال كونديشن وما تقدرش تعيش، فبتحول نفسها لسبور. السبوروزوا عندنا نوعين، في الكوكسيديا وفي البابيزيوسوم. الكوكسيديا عندنا في منها عائلتين، فاميلي ايميريدي وفاميلي اديليدي. فاميلي ايميريدي منها جينس اسمه الايميريا، والايميريا عندنا منها سبيشيز زي الايميريا تينيلا والايميريا انتستاينالز، والاثنين دولت انترا سيلولار بارازايت، يعني طفيليات بتعيش داخل الخلايا بتاعه الانتستين والسيكم بتاعه السمكه، بتعيش في الابيثيليال سيلز بتاعه السيكم والانتستين. هي انترا سيلولار بارازايت في الانتستاينال والسيكال ابيثيليال سيلز، ماشي. طيب السبيشيز الثاني من جينس ايميريا هو الايميريا سارديني، والايميريا سارديني انتوا اخذتوها مع دكتوره ايمان في المحاضره اللي فاتت. البارازايت ده او الطفيل ده بيعيش في الجناز بتاعه السردين، بيعيش في الجناز بتاعه السردين. والطفيل ده او البروتوزون ده ليه بابليك هيلث امبورتانس، يعني بيعمل اصابه في الهيومن وبلي زونوتيك امبورتانس. زمان الصيادين كانوا على المراكب ممكن يصطاد السردين ويحط عليه رشة ملح كده، وعلى ساعة أو ساعتين يمسك السردين ياكله مباشر بدون أي معاملة حرارية أو بدون أي طهي. فكان بينتقل الطفيل ده اللي هو الأيمر سرديني من سمك السردين للهيومن، وبيعمل زينوتيك ديزيز. الفاميلي التانية من الكوكسيديا، وهي عبارة عن فاميلي أدليدي، والفاميلي أدليدي فيها جينس اسمه الهيمو جريجارين، الهيمو جريجارين، ودي بيسميها البلاد كوكسيديوزس. البلاد كوكسيديوزس دي او الهيمو جريجارين ده عبارة عن طفيل او بروتوزون من الاسبروزوا بيبقى انترا سيلولر، يعني داخل خلايا الار بي سيز بتاعة السمكة، بلاد بارازايت
انترا سيلولر. يعني انترا سيلولر يعني داخل الار بي سيز، داخل الواي بي سيز، وداخل السيلز بتاعه الهيمو بايوتيك تشو. طبعا انتوا خدتوا مع دكتور ايمن في اول سيكشن ايه هي الهيمو بايوتيك تشو. الهيمو بايوتيك تشو زي الاسبلين، زي الانتيريور كيدني، مش البستيريور كيدني، الانتيريور بس، والليفر، واحيانا الانتستين في بعض السبيشيز، حاجه كده اسمها البيرد باتشز. الجزء الثاني من السبورزو هو البابيزوسوما او الدكتيلوسوما، وده عباره عن سبور فورمر، برضو سبور فورمر موجود انتراسيلولر في الار بي سيز بس، مش موجود في اي مكان تاني، موجود في الار بي سيز بس، وبنسميه البابيزوسوما زي البابيزيا الموجوده في اللارج انيمال. الجزء الرابع من البروتوزوا هي الكاينيتوسبورز، والكاينيتوسبورز دي عبارة عن بروتوزوا، يعني طفيل وحيد الخلية، بس بيتميز بتكوين very resistant سبور. السبور ده ليه شكل مميز جدا. السبور ده بيحتوي على حاجة اسمها بولر فيلمنت، بتكون داخل بولر كبسول، وفي حاجة اسمها السبورو بلازم. على حسب النمبر بتاع البولر فيلمنت والبولر كبسول، بتتقسم الكاينيدوسبورز ليه حاجة اسمها مايكروسبوريديا، مايكروسبوريديا، وحاجة اسمها ماكروسبوريديا اللي هي الميكزوسبوريديا. المايكروسبوريديا بتحتوي على بروتوزون، خلية واحدة، تحتوي على بولر فيلمنت موجود داخل بولر كبسول، وحاجة اسمها السبورو بلازم. وبيكون البروتوزون ده ليه دبل وول، دبل سيل وول، بتحول في الوقت ده لحاجة اسمها السبور، يبقى ليه دبل سيلول زي البلاستوفورة والنيوسيما والجلوبيا، دي بسميها المايكروسبوريديا. وان بولر فيلمنت، وان بولر كبسول، ومعهم سبورو بلازم. النوع الثاني من الكاينوتوسبورز وهي الماكروسبوريديا او الميكزوسبوريديا، ودي اخدتوها مع دكتورة ايمان في محاضرة الورلينج، اللي هي الميكزو ايه، الميكزوسوما سيريبرالز. بتتميز بايه بقى؟ دي عندها اتنين بولر كبسول جواهم اتنين بولر فيلمنت، وفي حاجة اسمها السبوروس ايه بلازم، والسبور ده بيبقى دابل سيل وول، ليه دابل سيل وول زي الميكزوسوما سيريبرالز انتوا خدتوها مع دكتورة ايمان، والميكزوبولاس، وحاجة اسمها الهينو جويا سبيشيز. الميكزوزوما دي بتبقى موجودة جوه السودو برانكيال اورجن اللي هي الاكسسوري لونج بتاعة القراميط، وبتبقى عبارة عن وايت نديولز، واحيانا بتبقى موجودة في السكن والجلز والانترنال اورجنز زي الانتس. ده شكل الكاينيدوسبورز تحت الميكروسكوب. اول صورة معانا دي اللي هي الهينوجويا، بيبقى لها سبيرم لايك ستراكشر، شكل السبيرم، ونسميها الهينوجويا. والصورة الثانية هي عبارة عن الميكزوزوما، شايفين السبور عبارة عن جواه اتنين بولر كبسول اللي هما لونهم غامق دول الاسود، وجواهم اتنين بولر فيلمنت بس مش باينين في الصورة، والجزء اللي هو الازرق شوية ده هو عبارة عن السبورو بلازم. البرانش الثاني اللي معانا النهارده هو عباره عن الميتازوا او الطفيليات اللي هي عديده الخلايا، وهي عباره عن مالتي سيلولار اورجانيزم، طفيليات عديده الخلايا، ممكن تكون سيبر سيكس يعني ميل وفيميل منفصلين عن بعض، او تكون هيرمافرودايت يعني الطفيل بيحتوي على الميل والفيميل جينيتال اورجان داخل نفس الطفيل. وبتتقسم الى الكراسيشيا اللي هي القشريات، والليشز اللي هي عوالق المية، والهلمنسز اللي هي الورمز او الديدان. اول جزء في الميتازوا هو عبارة عن الكراستيشيا او القشريات بتاعة السمك، منها البرانكيورا والكابيبودا. والبرانكيورا اللي هو امل السمك اللي هو الارجولس، ارجولس فيش لايس، بسميه الفيش لايس او امل السمك، وده بيكون فيه الميل والفيميل بتاعة الأرجولوس موجودين على جسم السمكة. الاتنين بقدر اشوفهم بالعين المجردة، تقدر تشوف السمكة وطلعها وما تلاقي الأرجولوس ده موجود على جسمها، وده بيعمل انفستيشن رهيبة جدا في المارين فيش.
الكابي بودم، منها الليرنيا اللي هي الدودة الخطافية، ومنها الإرجاسلس اللي هو الفيش مايت أو النغب بتاع السمك أو الجيل ماجوت. الليرنيا والدودة الخطافية دي هي عبارة عن دودة لها أنكر كده بتدخله جوه جسم السمكة، وبيبقى بقية جسمها فري بره السمك، تقدر تشوفها بعينك المجردة، وبيكون فيها الفيميل بتاعت الليرني هي الموجودة بس على جسم السمكة. لما بيحصل فرتلايزيشن بواسطة الميل، الميل بينزل ويسيب السمكة، والفيميل بس هي اللي بتعمل براسيزم على جسم السمكة، وبقدر اشوفها بالعين المجردة، وبتعمل انفستيشن عالية جدا في سمك المبروك اللي هو سمك الكارب. الارجاسلس او الفيش مايت او الجيل ماجوت ده عبارة عن كابي بودا موجودة على الجلد بتاعة السمكة، بيبقى اقدر اشوفها بالنكد اي، بس بيبقى يعني مش بسهولة او اقدر اميزها. الارجاسلس ده بيعمل مشاكل جدا في السمكة، وبيعمل respiratory dysfunction، وبيعمل مشاكل كبيرة جدا على الجلد بتاعة السمكة. النوع التاني من المتزوة وهي الليشز، والليشز دي عبارة عن عوالق المية، هي عبارة عن blood sucking parasites، طفيليات بتتغذى على البلود بتاعة الأسماك، وبيكون جسمها segmented متقسمة عبارة عن حلقات، ولها oral و ventral sucker عشان تقدر تعمل attachment بيهم على جسم السمكة، وبتكون هيرموفرودايت يعني الميل والفيميل جينيتال اورجان موجودين في نفس الطفيل. الليشيز دي عشان تقدر تتغذى على السمكة وتعمل ساكنج للبلود، بتفرز حاجة اسمها الهيرودين انزيم، والهيرودين انزيم ده انزيم وظيفته ان هو يمنع تجلط الدم اثناء تغذيتها على السمكة، بتعمل ريفنشن للكواجوليشن اثناء الفيدنج على البلود من السمكة. هي بتعمل دامج للسكين بتاعة السمكة، وبتعمل دامج للسكيلز، وبتقدر او مشكلتها الأساسية ان هي بتعمل ترانسميشن للبلاد برازايت زي الترابنوسوما والكريبتوبيا، وبتعمل جيت او فتحة على جسم السمكة، بتكون جيت للسكندري انفكشن سواء كانت بكتيريا او فيرال او حتى مايكوتيك انفكشن. أمثلة الليشز جيناس هيرودينا، السبيشيز بتاعته سبيشيز بيزيكولا. الجزء الثالث من الميتازوا اللي موجودة في السمكة وهي الديدان بتاعة السمكة أو الهيلمينسز، وهي بتنقسم إلى تيرماتودز اللي هي الديدان الورقية، السيستودز والنيماتودز والأكانسو سيفلا. تيرماتودز وسيستودز نيماتودز وأكانسو سيفلا. دي شكل الطفيليات بتاعت الميتازوا. اول حاجة عند الليرني او الدودة الخطافية، وزي ما انتم شايفين كده المقدمة بتاعتها بتبقى عاملة زي الانكر او الخطاف، ده اللي بتدخل بيه جوه جسم السمكة، وبقية جسمها ده بيبقى في الخارج على جسم السمكة، وبنقدر نشوفه بالعين المجردة. الطفيل اللي في الصورة اللي بعدها ده الارجاسلس او الفيش مايت، وده بيطفل او بيعمل براسيزم على الجلد بتاعت السمكة. شايفين الاتنين انكر اللي قدام او الاتنين خطاف اللي قدام دول بيبقى متعلق بيهم على الجلد بتاعت السمكة. برضو صورة تانية للإرجاسلس اوضح من الاولانية للإرجاسلس او الفيش مايت، وادي شكله على الجلد نقدر نشوفه بالعين المجردة. زي ما انتم شايفين كده لونه كريمي موجود على الجلد بتاعت السمكة، ونتيجته بيعمل حاجة اسمها ماركلينج ابيرانس و ريسبيراتوري ديسفانكشن نتيجة كثرة عدده على الجلد. برضو في صورة تانية للليرنيا والارجاسلس والارجولاس اللي هو الصورة الأخيرة، والارجولاس ده اللي هو الفيش فلايس زي ما انتوا شايفينه كده، بيعمل انفستيشن عالية جدا في المارين فيش. الصورة دي خاصة بالليشز زي ما انتوا شايفين كده، لي اورال و بنترال سكر، والجسم بتاعه بيبقى سيجمنتد بالشكل اللي انتوا شايفينه. الجزء التالت من الميتازوا هي عبارة عن الهيلمنسس الديدان او الورمز، واول حاجة في الهيلمنسس هي عبارة عن التيرميتودز او الفلوكس اللي هي الديدان الورقية،
ودي بتكون هيرمافرودايت، يعني بتحتوي الدودة نفسها أو الفلوك بتحتوي على الفيميل والميل جينيتال أورجان في نفس الفلوك. أول حاجة في الترماتود هي عبارة أو تنقسم إلى جزئين، مونو جينيتك ترماتود، والجزء الثاني هو عبارة عن الداي جينيتك ترماتود. المونو جينيتك ترماتود هي عبارة عن فلوك اللايف سايكل بتاعتها سيمبل جدا، ملهاش انترميديات هوست، بتبقى موجودة على السمكة الأدلت ترماتودة دي، بتديني الإيج والإيج تتحول للاربا واللاربا تتحول للأدلت، سيمبل لايف سايكل موجودة على جسم السمكة. مثال للمونوجينيتك تيرماتودز هي الدكتيلو جايروس أو بسميها الجيل فلوك، ودي عبارة عن فلوك موجودة على الجلس بتاعة السمكة. والجايرو دكتيلس، الجايرو دكتيلس دي سكين فلوك موجودة على السكين بتاع السمكة، وده شكل الترماتود أو الترماتودة أو الفلوكس الموجودة على الجل والسكين اللي هي الجايرو دكتيلس والدكتيلو جايروس. الأولانية على الشمال دي اللي فيها بيتلاين جلاند كتيرة دي هي عبارة عن الدكتيلو جايروس، واللي جنبها عبارة عن الجايرو دكتيلس بالصورة اللي جنبهم دي عبارة عن المونوجينيتك ترماتود تحت الإلكترون مايكروسكوب. بيبقى ليها أدهيزف ديسك كده بتمسك بيها على جسم السمكة وتتحرك بيه، بتعمل بيها اتاشمنت. الداي جينيتك ترماتود، طبعا قلنا الترماتود هي عبارة عن مونو جينيتك ترماتود وداي جينيتك ترماتود. الداي جينيتك ترماتود اللي هي ديدان ثنائية العائل، وهي عبارة عن طفيليات بتحتاج لأكتر من انترميديات هوست، واللايف سايكل بتاعتها بتبقى كومبليكيتد. الداي جينيتك ترماتود دي بتستخدم الفيش يا اما كانترميديات هوست يا اما بتستخدمها كفاينل هوست. انواع الدايجينيا اللي بتستخدم الفيش كانترميديات هوست زي الهيتروفيس سبيشيز، وطبعا كلنا عارفين الهيتروفيس سبيشيز هي عبارة عن لارفال ستيج بتعمل انسستيشن في السكين والفينز والمسل والجلس بتاعة السمكة، واحيانا كان بتعمل انسستيشن في الانترنال اورجانز وبتعمل لي حاجة اسمها انسستد ميتا سيركريم، وبيبقى شكلها بلاك سبوت، عبارة عن بلاك سبوت نتيجة الانسستيشن، وبتعمل لي حاجة اسمها البلاك سبوت ديزيز. الفيش في الحالة دي الطفيل بيستخدمها كفيرست انترميديات هوست. الهيتروفيس بتبقى موجودة في الأسماك المملحة، أحيانا بتعمل مشاكل كبيرة جدا وليها زونوتيك امبورتنس. تاني حاجة في الدايجينيا اللي بتستخدم السمكة كانترميديات هوست هي الديبلوستومم سباسيكم. الديبلوستومم سباسيكم هي عبارة عن ميتا سيركاريا بيحصل لها انسستيشن في الاي لينس بتاعة السمكة، بيعمل لها ايه، بتحصل لها انسستيشن في الاي لينس لان هي بتخترق العين بتاعة السمكة او بتخترق الجلد من اي مكان، وبتنها تمشي بيحصل لها ماجريشن جوه جسم السمكة لحد ما توصل العين وتعمل فيها انسستيشن، بتعمل انسستيشن في المصل بتاعة العين كمان، وبتعمل اوباستي، بتعمل حاجه اسمها البرازيت كاتراكتا او الاي كاتراكت، بتعمل اوباستي في العين بتاعه السمكه. الفيش في الحاله دي بتبقى سكند انترميديت هوست. تالت دايجينيا بتستخدم السمكه كانترميديت هوست هي عباره عن الكلاينوستومم سبيشيز. الكلاينوستومم سبيشيز ودي الارفي بتاعتها بتحصل لها انسستيشن في البرانكوستيجيال ميمبرين، وبتعمل حاجة اسمها يولو جراب ديزيز او مرض اليرقات الصفر. اليرقات دي بيحصل لها انسستيشن عاملة زي حبات البسلة كده لونها برتقاني او اصفر موجودة في البرانكوستيجيال ميمبرين. البرانكوستيجيال ميمبرين ده او البرانكوستيجيال ماسل اللي هي بتمسك الجيل كفر بالسمكة. في الحالة دي المرض ده بيبقى ليه زونوتيك امبورتنس، يعني لو الانسان اكل السمكة اللي فيها انسيست ميتاسيركاريا بتاعة الكلينوستومم سبيشيز، اليرقة دي بيحصل لها بتتفك من السيست بتاعتها وتمسك في اللارينكس بتاعة الانسان وبتعمل حاجة اسمها لارينجيو فارنجيتس، فهي لها زونوتيك امبورتنس وبتعمل مشاكل كبيرة جدا بالذات في الاسماك بتاعه البلطي اللي في بحيره ناصر، لان السبيشيز من الطفيل ده بيحتاج لسمكه حجمها كبير عشان يقدر يعمل انسيستيشن في البرانكوستيجيال ماسل.
الدايجينيتك تريماتود اللي بتستخدم السمكة كفاينل هوست هي السنجويني كولا، السنجويني كولا سبيشيس. السنجويني كولا بتعمل مرض اسمه السنجويني كولياسس، وعبارة عن بلاد فلوك أو بسميها الفيش شيسوسوم. الفيش ليه سميناها بلاد فلوك أو ليه سميناها فيش شيستوسوما؟ لأن الطفيل ده هو عبارة عن انترا فاسكولار، بيعيش في الأوعية الدموية بتاعة السمكة وبالأخص البرانكيال بلاد فيزل اللي هي الأوعية الكبيرة، وبتعمل حاجة اسمها أو مرض اسمه السانجويني كولياسس. زي ما قلنا هي عبارة عن انترا فاسكولار بارازايت موجود في البلاد فيزل بتاعة الميزنتري والجلس والكدني، والبارازايت ده بيعمل لاينج لإكس، والإكس دي عشان تخرج من البلاد فيزل لازم تعمل نزيف وبتعمل هيموريج نتيجة ان الاكس بتاعتها ليها سباين، بيبقى لها شكل هرمي كده، وفي الشكل الهرمي ده بيبقى الاكس لها سباين. السباين ده بيعمل انجري في الوول بتاع البلاد فيزل وهو خارج من البلاد فيزل، ماشي، فبيعمل لي بليدنج، عشان كده سميناها البلاد او الفيش شيستوسوما او البلاد فلوك، زي الشيستوسوما اللي بتحصل في الهيوم. تاني سبيشيز حاجة اسمها الهابلوركويتس اللي هي من الدايجينيا اللي بتستخدم السمكة كفاينل هوست، وفي حاجة عندي اسمها السندونيا ساندونيسي والأكانسو استوما. يبقى الدايجينيا اللي بتستخدم السمكة كفاينل هوست هي السنجويني كولا اللي هي الفيش شيستوسوما، وعرفنا ليه سميناها فيش شيستوسوما لأن هي الإكس بتاعتها تعمل بليدنج أثناء الخروج من البلاد فيزل. تاني سبيشيز هو الهابلوركويتس والسندونيا ساندونيسي والأكانسوستوما. تاني جزء في الهلمنسز أو الهرمز بتاعة الفيش هي السيستودز أو الريبونور، وهي عبارة عن هيرمافروديت، يعني الميل والفيميل جينيتال أورجان موجودين في نفس الدودة. الجسم بتاع السيستود بيبقى سيجمنتد، وفي سيستود تستخدم الفيش كإنترميديت هوست، وسيستود تستخدم السمكة كفاينل هوست. السيستود اللي بتستخدم سمكة كإنترميديت هوست زي الليجيولا انتستايناليس، والليجيولا انتستايناليس ده عبارة عن لارفال ستيج بتعمل انسيستيشن في الابدومينال كافيتي بتاعة الفيش، وبيبقى شكلها على هيئة كويلد فورم، تبقى زي الكلفيتة كده موجودة في بطن السمكة. السيستود بقى اللي بتستخدم الفيش كفاينل هوست زي البلونكوبوسريوم والبوسلوسيفلس والكاريفولس والبروتيو بروتيوسيفلس. يبقى فيه بلونكوبوسريوم، بوسلوسيفلس، كاريوفلس وبروتيوسيفلس، دي السيستود اللي بتستخدم السمكة كفاينل هوست. تالت جزء في الهلمنسس وهي عبارة عن النيماتوز أو الديدان الحلقية، هي عبارة عن سلندريكال وور يعني حلقية، وبتبقى راوند وبيبقى لها كفر من الكايتين، وبيكون سيبريت سكس يعني في ميل وفي ميل منفصلين عن بعض. النيماتود اللي بتستخدم السمكة كانترميديت هوست عندي حاجة اسمها الامبليسيكم او الكونتراسيكم سبيشيز. امبليسيكم او الكونتراسيكم سبيشيز هي عبارة عن سيرد لارفال ستيج من الامبليسيكم او الكونتراسيكم، وبتعمل اتاشمنت في الساينس فينوسس بتاعة الهارت. عارفين ان الهارت عبارة عن 4 كومبارتمنت، عبارة عن السينس فينوسس والاتريوم والفنتريكل والبالباس ارتريوس. الميثودة دي بتمسك في السينس فينوسس بتاعة الهارت وبتتغذى على البلاد، وبتعمل حاجة اسمها الهارت وورم ديزيز، مرض اسمه الهارت وورم ديزيز بيسببه السيرد لاربل ستيج اوف امبليسيكم او الكونتراسيكم سبيشيز. النيماتود بقى اللي بتستخدم السمكة كفاينل هوست هي البرو كاميلينس والبارا كاميلينس والأوكس يوريس. الأوكس يوريس، برو كاميلينس، بارا كاميلينس والأوكس يوريس، دي النيماتودز الديدان الحلقية اللي في منها بيستخدم السمكة كإنترميديت هوست، مهمة جدا اللي هو الهارت وورم ديزيز، وفي نيماتود بتستخدم السمكة كفاينل هوست. رابع جزء في الهلمنسز هي عبارة عن الأكانسوسيفلا أو السورني هيدد وورم، اللي هي ديدان الشوكية، السورني هيدد وورم أو الأكانسوسيفلا. زي الأكانسو سنتستلابي، الأكانسو سنتستلابي دي موجودة في الانتستن بتاعة السمكة،
وبيكون عليها سباينز على الرأس بتاعة الايه الدودة، فبتعمل ديستراكشن لكل الانتستينال فيلاي، وبتعمل انترفيرنج للابزوربشن بتاعة الفيد في جسم السمكة، وبتعمل ك اوبن لجيت لأي سكندري انفكشن سواء كانت بكتيريال أو فيرال أو ميكوتيك. يبقى الأكانسوسين تستلبي موجودة في الانتستين بتاعة السمكة، ونتيجة وجود السباينز على الرأس لأن هي سورني هيدد، فبتعمل انترفيرنج للأبزوربشن، وبتعمل انجري فبتعمل جيت للسكندري انفكشن. وده شكلها الأكانسوسيفلا أو الأكانسوسين تستلبي. هذه الهيد بتاعتها بتبقى سورني كلها عليها أشواك، فعشان كده بتعمل إنجري أو مشاكل في الأبسوربشن بتاعة السمك. إزاي أقدر أشخص مرض طفيلي؟ تشخيص الأمراض الطفيلية بيعتمد على شوية حاجات، منها الكيس هيستوري، والكيس هيستوري دي بقدر أسأل عن حاجات كتيرة جدا، وهي دي الحاجات اللي بتقدر تفيدني أو تساعدني إن أنا أقدر أشخص المرض ده. منها كثافة الأسماك في الأحواض، طبعا كل ما كانت الكثافة عالية كل ما كانت فرصة انتقال الأمراض الطفيلية ما بين السمك أعلى وأكتر. فناس كتير قوي في الفترة اللي فاتت بتحط كميات كبيرة جدا من الأسماك في الأحواض نتيجة الوفيات اللي بتحصل، فتقول لك اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت، فيفضل عندي عدد من السمك كويس. طبعا يعني ده اعتقاد خاطئ، لأن كثافة السمك العالية هتأثر في حاجات كتيرة جدا، كمية العلف اللي هتتحط قد ايه، التركولات بتاعت السمكة هتتأثر او بتاعت المية هتتأثر جدا، فكل الحاجات دي لازم اكون حاسبها. الفيدنج ريجيم، انا باكل السمك ازاي؟ باكله مرتين في اليوم، باكله مرة واحدة في اليوم؟ طب الفيد بتاع السمك ده بيحتوي على نسبة بروتين قد ايه؟ طب هو متوازن ولا لا؟ كل الحاجات دي مهمة ان انا اسأل عنها. السبيشيز بتاع السمك، نوع السمك ايه؟ هل انا حاطة بولت بس، حاطة بولت وسمك ابيض اللي هو البوري والتبار، طب حاطة قراميط، طب حاطة مبروك؟ كل الحاجات دي لازم اكون عارفاها. او هي سمك مزرعة واحدة بس مونو كلشر، يعني بتحتوي على نوع واحد بس من السمك سواء كانت تلابيا او اي نوع تاني من الاسماك. مهم جدا اسأل عن عمر السمكة، عمر السمكة مهم جدا سواء كان أعمار صغيرة أو أعمار كبيرة. طبعا لما كانت كل ما كانت الأعمار صغيرة كل ما كانت تأثر الطفيلات أكتر. هسأل كمان عن الوتر كواليتي، والوتر كواليتي عندي هنا عامل مهم جدا، عامل مهم جدا. ليه؟ كل ما كانت الوتر كواليتي بتاعة المزرعة سيئة كل ما كانت أسهل للتكاثر بتاعة الطفيليات، والطفيليات في منها بيتكاثر في عدم وجود الأكسجين فما بتتأثرش، فهي بتتكاثر في أي بيئة، وكل ما زادت الأورجانيك مطر كل ما كان التكاثر بالنسبة للطفيليات أكتر. فالوتر كواليتي لازم أكون متابعة كويس جدا، ولازم أكون عارفة المية بتاعتي مصدرها جاي منين وحالتها ايه. هسأل عن الفرتلايزر، هل صاحب المزرعة ده بيسمد ولا ما بيسمدش، بيستخدم سمات كيماوي ولا سمات طبيعي، بيستخدم سبلة ولا لا، او دي بتعمل مشاكل كبيرة جدا لان السبلة احيانا بتنقل امراض طفيلية وبتعمل مشاكل كبيرة جدا في المية. تاني حاجة ممكن اعتمد عليها في التشخيص بتاع الامراض الطفيلية هي الكلينيكال ساينز. الكلينيكال ساينز في اعراض عامة للامراض الطفيلية لازم اكون عارفاها كويس جدا، هو الانترميتنت فلاشينج. الانترميتنت فلاشينج جراي السمكة بط تنط من جوه الميه للهواء وتقوم رايحه خابطه نفسها على سطح الميه عشان تقدر تتخلص من كل الطفيليات اللي على جسمها اللي عامله لها اريتيشن. بلاقي السمك عمال يحك جسمه كده في اي صخره او اي هارد اوبجكت موجود في الحوض، فبيعمل رابنج اجينست هارد اوبجكت. بلاقي السمكه مش مرتاحه، مش هاديه، عندها ريستلسنس، في ريسبيراتوري مانفستيشن او ريسبيراتوري ديستريس. الريسبيراتوري مانفستيشن دي اعراض معينه، اللي السمكه فاتحه بقها عماله تاخد هواء كانها هتتنفس هواء اكسجين، بتعمل جاسبنج للاير، فاتحه بقها كانها بتتنفس. بلاقيها ظاهره على وش الميه مشرنقه، سموها بره مشرنقه. بلاقي رابد اوبركولر موفمنت، حركه الاوبركولر موفمنت او الجيل كفر سريعة. بلاقيها كلها او كل سمك متجمع عند فتحة المية، عندها اعتقاد ان عند فتحة المية الاكسجين هيبقى اكتر فتقدر تاخد كمية اكسجين اكتر. هو مشكلتها ان الطفيل
هو اللي عامل لها مشكلة، عمل باراسيزم على الجلد فعمل لها خنقة. فهي عندها اعتقاد لما تروح عندي فتحة المية هتاخد كمية اكسجين اعلى، ولما تطلع على وش المية تاخد اكسجين اعلى، بس هو مش هيعمل لها اي حاجة. تالت حاجة هقدر اعتمد عليها برضو في تشخيص الامراض الطفيلية لجسم السمكة، عشان يقدر يتفادى اي طفيل على على الجسم ده، بيفرز السلايم، والسلايم ده عبارة عن طبقة من الميوكس خفيفة جدا ومش سميكة. لكن في حالة البارازيتيك انفستيشن الطبقة دي بتزيد وبتبقى سميكة، عشان تعمل كعازل او كسوزينج ماتيريال، مادة ملطفة ما بين الطفيل وجسم السمك. ففي حالة البارازيتيك انفستيشن او البارازيتيك ديزيز بلاقي كمية سلايم او طبقة من السلايم او طبقة من الميوكوس كبيرة على جسم السمك، والسلايمنس هو عبارة عن زيادة في الانكريز او زيادة في البرودكشن بتاع السلايم. بقدر اعتمد على اللابوراتوري دياجنوزيس ان انا اخد السمكة للمعمل واعمل ايزوليشن وايدنتيفيكيشن للبارازايت، عن طريق ان انا اعمله انسبكشن، ابص على جسم السمكة لو اقدر اشوف اي حاجة او اي طفيل بالعين المجردة، اخد سمير من السكين والجلد والبلاد، وابص تحت الميكروسكوب اشوف ايه الطفيلات اللي انا ممكن اشوفها. في البلاد ممكن الاقي تريبانوسوما والكريبتوبيا والهيموجلوبين والبابيزيوسوما، وممكن الاقي في السكين الجيرودكتيلس، ولاقي في الجلد دكتيلوجايرس. ممكن اعمل كومبريست سمير عشان اشوف الميكزوبولاس سيربريلس، ممكن اعمل سكويزنج سمير، ممكن اعمل سكرابنج سمير من الانتستين عشان اشوف الطفيلات الموجوده فيها زي الابانسوسيفلا. ممكن اعمل ديسكشن للسمكه واشوف هل في حاجه في الابدومينال كافتي ولا لا، زي الليجولانتستينالس ممكن الاقيها. خامس حاجة ممكن اقدر اعتمد عليها هي الهيستو باثولوجيكال اكزامينيشن، ان انا اخد سيكشنز من الاورجانز بتاعة السمكة واعمل لها هيستو باثولوجيكال اكزامينيشن. ايه هي الفاكتورز اللي بتأثر على البارازيتيك انفستيشن؟ عندي شوية حاجات كده او عوامل بتأثر في البارازيتيك انفستيشن، زي الستوكنج دينستي زي ما قلنا من شوية، كل ما كان في اوفر كراودنس كل ما زادت الانفستيشن بتاعت البرازيت نتيجة الكونتاكت اللي بيحصل ما بين الاسماك، فبيحصل نقل البرازيت من سمك لسمك عن طريق الكونتاكت. تاني حاجة الايج سسبتابلتي، كل ما كان عمر الاسماك صغير سواء كانت فراي او فينجرلينجز بتبقى اكثر عرضة للاصابة بالطفيليات عن السمكة الادلت. تالت حاجة بتأثر في البارازيتيك انفستيشن هي عبارة عن السيزون، وزي ما قلت في أول المحاضرة ان احنا عندنا جو بيسمح بالفلارشنج او التكاثر بتاع الأمراض الطفيليات نتيجة ان احنا الحرارة عندنا تعتبر عالية. ففي السمر سيزون بيكون مناسب لتكاثر الطفيليات اكتر من الوينتر، مع اننا عندنا برضو طفيليات بتتكاثر في الوينتر وتبقى موجودة في الأسماك أثناء الشتاء. الفيكتورز او الكارير، الفيكتورز او الكارير اللي بتساعد في نقل الطفيليات زي السنيلز القواقع والاكواتيك بيردز الطيور المائية اللي بتقدر تنقل الاسماك من مكان لمكان، والاسماك دي بتبقى مصابة فبتعمل عدوى من حوض لحوض، عن طريق الليشز اللي هي العوالق بتاعة المية، والليشز دي عبارة عن بلاد ساكنج بارازايت بيقدر يغاز على البلاد. فلو في سمكة مصابة ببلاد ديزيز زي تريبانوسوما او كريبتوبيا وبعد ترجع تتغذى على سمكة تانية مهيش مصابة، فتقدر تنقل الإصابة من هنا من سمكة لسمكة. وبرضو الكراستيشيا زي الأرجولاس والأرجاسلاس والحاجات دي كلها موجودة. من الفاكتورز برضو اللي بتأثر في البارازيتيك انفستيشن هي الووتر كواليتي، كل ما كانت الووتر كواليتي بتاعة المية منخفضة أو سيئة كل ما زادت البارازيتيك انفستيشن، لأن هي لا بتعتمد على وجود الأكسجين. يعني في طفيليات زي دكتيلوجايرس والجيرودكتيلس بتقدر تتكاثر بشدة في عدم وجود الأكسجين. كل ما زادت الأورجانيك ماتر والأمونيا في المية كل ما حسن التكاثر للطفيليات. برضو من الفاكتورز الووتر تمبريتشر، درجة الحرارة، درجة الحرارة لما بتزيد بتزود الووتر تمبريتشر فبيحصل تكاثر للطفيليات زي الكايلوجينيلا
والجايرو داكتيلس. المالنيوتريشن طبعا لما لو كانت التغذية بتاعت الأسماك مش كويسة وكان في نقص في أملاح أو معادن أو فيتامينز أو نسبة البروتين مش مظبوطة، فده كله بيأثر في مناعة السمكة، فبتبقى سهل جدا ان يحصل لها غزو عن طريق البارازايت ويحصل بارازيتك انفيستيشن. أشكركم على حسن استماعكم، أتمنى تكون المحاضرة سهلة وبسيطة، ولو في أي حد ليه أي سؤال في المحاضرة في أي وقت أنا موجودة كل يوم ومعاكم في السكاشن إن شاء الله.